حمد على السلامة. الله يسلمك يا رب. احكي لنا شو صار. لا انا ما كنت بالحادثة، انا عسكري كنت بقطعتي، اخوي اللي اصغر مني كان هنيك. شو مين كان بالبيت؟ شو كان ابوي وامي واخواتي تنتين، اختي متجوزة جاي زيارة لعنا، واخوي الاصغر مني ومرتي وابني. امك وابوك ومرتك وابنك واخواتي تنتين واخواتك تنتين واخوي واخوك، يعني سبع اشخاص. بس وفي اخوي واخوي كمان صف 11 واختي صف 7 كمان كانوا، بس نفدوا هذول الاثنين الحمد لله، والباقي اعطوك عمرهم. سبع اشخاص يعني. سبع اشخاص توفوا؟ ايه. لا اله الا الله. روق علي شوي، يعني كلهم كانوا بنفس البيت؟ إيه؟ ولا اكثر من لا بيت؟ لا بيت واحد. بيت واحد؟ إيه؟ امك وابوك وخواتك تنتين واخوك ومرتي وابني. مين طلع عايش؟ ضل عندنا اخوي واختي. اختي صف 7 واخوي 11. طب هيك كيف صار؟ يعني فورا نزلت البناية ما هلا صارت الهزه. نحن اكثر كل شفت انت كل فتره عم تصير هزه. صارت الهزه ما اخذوا عطوا فيها، انه فكروا هزه عاديه. هي الهزه الاولى. ايوه. فنحن نايمين الساعه بالاربعة صارت هزه، فاخوي الاصغر مني في اخوه قال له انا نازل لتحت فروح في اهلك. اخوي اللي نزل على الدرج وقع في الدرج تحت وفتحت له طاقه صغيره الله طلع عليه فيها مشان انه ما ينضر. اخوي الثاني فات في اهلي ما طلع، وقعت البنايه. خواتي كانوا نايمين عندي بالغرفة، أنا كني عسكري، خواتي بيناموا عندنا بالغرفة عندي. فحسوا على الهزة، راحوا لعند أبوي وأمي، قالوا لهم أبوي اقعدوا عندي على الزاوية هون أنتوا، لأنه إذا وقفتوا تحت تركيزي بصفي يعني إنه بتنحموا شوي. مرتي وابني ضبت، مرتي ضبت ابني بالإحرام ضلت على أمته. وهذوليك عطوك عمرهم. نفدت اختي من نصف سابع. حسبي الله ونعم الوكيل. والحمد لله. طيب حياتك. انت حياتك من هون من حما؟ ايه من الاربعين، بناء الاربعين. البناء الاربعين كم طابق كان هو؟ هو ست طوابق. وهي بناية واحدة قسمت بالنص. نص انهدم اللي احنا فيه راح، ونص جيراننا اللي ما قابلنا انا وياهم نفس الطابق ما صابون شيء. سبحان الله. أمر الله الحمد لله. قدي ابنك عمره؟ 3 سنين وشهرين. ما عندك غيره؟ لا. زوجتك وابنك استشهدوا؟ ايه. أمك وأبوك استشهدوا؟ نعم. وخواتي تنتين؟ خواتك تنتين استشهدوا. وأخوك؟ وأخوي نفد. لا أخوي استشهد وعندي أخ نفد. هذا أخوي نفد اللي لقوه تحت الدرج تحت الأنقاض، ما أعرف إذا شفته بالفيديو على التلفزيون. بدخيلك العيلة كلها راحت؟ الحمد لله. شو بدنا نسوي؟ أمر الله. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم. وهلا وين قاعدين أخوي؟ بمجمع الفيحاء. هذا مركز ايواء عاملين؟ لا لا، هي بناء اسمه المجمع. اي. استاجروا لنا جمعيه الامل شقه وقعدنا فيها لمده سنه، دفعوا اجاره. حسبي الله ونعم الوكيل. مليونين. اخوي انا بعتذر بس ارجو انه تقبل هذا الدعم، مليونين ليره. هيك دعم بسيط من برنامج ناس لبعضها. الله يجزيك الخير. الله يرحمهم ويجعل مسواهم الجنه. تعيش. ويجبر مصيبتك مصيبة كبيرة. الحمد لله. وحقك علي، بعتذر على التأخير. هذا شرف. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.